مرة أخرى إلى مستشفى أهل مصر، وزي ما قلت لحضراتكم اللي كان حضورها النهاردة في الفعالية بمجموعة من النماذج الشابة الجميلة جدا جدا. في هذا الإطار خلونا نرحب معانا بدكتور عادل أحمد، المدير التنفيذي لمستشفى أهل مصر علاج الحروق بالمجان. دكتور عادل مساء الخير، برحب بحضرتك معانا يا فندم، وكل عام وحضرتك بخير. مساء الفل استاذ رامي، وكل عام وحضرتك بكل صحه وخير، ويعني بشكرك، ودايما بنتقابل في احداث سعيده وايام يا رب دايما مميزه للمؤسسه وضحايا الحروب. يا رب دايما. بدايه يعني هل دي اول مشاركه ل يعني ابطال المؤسسه في فعاليه قادرون باختلاف، ولا كان ليهم حظ بالمشاركه في النسخ الماضيه؟ الحمد لله، دي مش اول مره، دي تاني مره، وده بيوصل رسالة مهمة جدا، ان يعني الاهتمام والايمان بالقضية اللي اظهره معالي الرئيس ويعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضحايا الحروب، يعني ليس وليد الصدفة وليس يعني ايه مرة وخلاص، ولكن بيؤكد ان ده اهتمام اصيل وان شاء الله دعم مستمر للمستقبل. بإذن الله. بيفرق معاهم قد ايه المشاركة في فعالية قادرون باختلاف؟ يعني انا مش عايز احكي لحضرتك، هو مش بيفرق معاهم بس، ده هو بيفرق معاهم وبيفرق مع الاسر اهاليهم وبيفرق معانا. النهارده يوم عيد عندنا في المؤسسه، لان جنى وائل ومحمود عبد الغني ودعاء عنتر ضحايا الحروق اللي من عندنا، الابطال اللي ساهموا النهارده في الحدث بتاع قادرون باختلاف، بقى عندهم فرصه ان هم يوصلوا رسائل كتير. الرساله الاولى ان ضحايا الحروق يا جماعه احنا حكمنا عليهم بالتهميش وان محدش شافهم، ولكن واقع الامر ان هم عندهم مواهب ومؤهلات زيهم زي الاخرين، وعندهم حق اصيل ان هم يكونوا ممثلين في المجتمع. صحيح. وبيوصلوا رسالة تانية ان صوتهم لازم يتسمع وانهم عندهم حقوق لازم ياخدوها، والحمد لله النهاردة يعني خطوة يعني مهمة جدا في طريق ان هم ياخدوا حقوقهم. الحاجة التالتة والمهمة، بيدي برضو جرس انذار قد ايه قضيه الحروق مهمه، وفي اعداد كبيره من الحروق من ضحايا الحروق بتحصل، يعني حوالي من 250 ل 300 الف حاله في السنه، والحمد لله الحمد لله احنا قدامنا شهرين بس ان شاء الله وهنفتتح المرحله الاولى من المستشفى، ودي مايلستون او يعني نقطه مهمه جدا في أكيد. تاريخ المؤسسه، اكيد ويعني بنركز فيها على نقطة مهمة جدا، ان يعني يمكن بعض الناس من المستمعين او المشاهدين ما يعرفوش ان الحرق او هدفنا في مصاب الحرق ان احنا نساعده ننقذ حياته، انقاذ الحياة. الحرق مش مجرد اصابة في الجلد ونحط كريمات وخلاص، الحرق ده اصابة للجلد اللي هو اكبر عضو في جسم الانسان، ومش اقل اهمية من القلب او الرئتين او صحيح. الكلى او الكلاف، ولكن هو يعني في صعوبه اكتر، لان المصابين بالامراض التانيه عندنا رفاهيه ان احنا نحطهم على قوائم الانتظار، لكن ضحايا الحروق ما عندناش هذه الرفاهيه. صحيح. من ساعه التدخل السريع بيبقى اهم بكتير عشان نقدر ان احنا يعني ننقذ ما يمكن انقاذه، بدل ما يبقى فيه بعض التاثيرات السلبيه. يعني بنتكلم على ثواني ودقائق، الثواني بتفرق في حياه ضحيه الحرب. نعم. يمكن عشان كده كمان قسم الطوارئ عندنا مجهز ان هو يستقبل اكثر من 30 حاله في نفس اللحظه، ودي حاجات يعني ما تبقاش متاحه كتير. احنا دلوقتي زي ما بحكي لحضرتك استاذ رامي، الحمد لله يعني احنا في الخطوات الاخيره، ويعني ان شاء الله يعني فاضل لنا يعني شهرين ونفتتح، وننتظر دعم المصريين اللي هم بنوا هذه المستشفى بدعمهم، ان هم يدعمونا في الخطوات الاخيره يعني أكيد. لتكاليف العلاج. أكيد كل الدعم لحضراتكم، لأن أنتوا الحقيقة عاملين مجهود عظيم جدا 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 ومتميز، وبإذن الله كده يعني قبل شهرين نحتفل مع بعض كلنا بالافتتاح، ومنه كمان تبقى في انطلاقة لدعم أكبر من كل المصريين لمستشفى أهل مصر. بشكرك شكرا جزيلا، وكل التحية لحضرتك ومن خلال حضرتك لكل فريق عمل مستشفى أهل مصر علاج الحروق بالمجان. دكتور عادل أحمد بشكرك شكرا جزيلا.